اسمي الأميرة نجوى صوفي، من مدينة اللاذقية، ولدت في العنازة، هي مدينة صغيرة بين بانياس وطرطوس، 22/2/1944. التلميذ فيما مضى كان يعرف حده تمام، فلا يتجاوزه مطلقا. مع اقترابنا من السنوات الأخيرة، الثمانينات والتسعينات، بدأ الطالب يتمادى في علاقته مع المعلم. فمثلا إذا رغبت المعلمة أن تخرج طالبة لسوء أدب أو لموقف لا معين، اخرجي خارج الصف، تقول لن أخرج، اخرجي أنت. فقد تدرجت الأمور حتى وصلت إلى أن أي طالب له صلة بأحد الناس المدعومين أو الداعمين يمكن أن يتجاوز حده مع المعلم حتى وصولا إلى الضرب. وهذه الأمور لم تحصل دفعة واحدة، وإنما جاءت بالتدريج، والأمثلة كثيرة في اللاذقية خاصة، لأن اللاذقية تحوي كثيرا من الناس ذوي النفوذ والأثرياء جدا وذوي المواقع السياسية الحساسة أو المفصلية. يعني أنا أذكر إحدى الطالبات حصلت عندي على علامة 8/10، فأهلها أفهموني بطريقة ما أنه يجب أن تأخذ 10 وليس 8 ولو لم تستحقها. يعني حتى في سنة من السنوات رن هاتفي الأرضي، فالمتصلة: مرحبا، الآن سنجوى؟ قلت لها نعم. قال: مدرسة لغة عربية؟ قلت لها نعم. قال: عندي عرض لك يجب ألا ترفضيه. نعم، من يتكلم؟ قال: ليس مهم من يتكلم، المهم تسمعي العرض. نعم. قال: غدا بعد يومين ثلاثة امتحان اللغة العربية للبكالوريا للثانوية، الساعة 8:15 تأتيك الأسئلة يأتيك ورقة الإجابة، تصلك ورقة الإجابة، بتحلي جميع الأسئلة كما يجب، وبالمقابل بياخذوها منك بعدين، بالمقابل بنوقع لك شيك على بياض، أي مبلغ بتريدي بتاخدي. فالحقيقة كان موقفا صعبا جدا، لم أتعرض لمثله أبدا. فقلت لها: الحقيقة أنا معلمة لغة عربية ولكني في المرحلة الابتدائية، أنا معلمة في مدرسة عبد الرحمن الغافقي، ويمكن أن تسألي عني، وأنت بهذا العرض تحتاجين لعلامة قصوى، وأنا أخشى ألا أحقق لك ذلك لأن إمكانيتي لا تصل إلى تعليم الثانوي، عذرا منك آسفة لا أستطيع أن ألبيك. فاستطعت أن أتخلص، ولكن رأيت من هذه الزاوية مجالا للفساد ولحصول الناس على ما لا يستحقون، وآخرون يبحثون بأظافرهم عن العلامة الواحدة. يعني قصص كثيرة مرت معي في مراحل الطفولة، مراحل عندما كنت أنا طفلة وعندما صار عندي أطفال بالمدرسة. يعني إحدى القصص مثلا أذكر تماما، طالب عندي كان اسمه نورس بصل، لطيف، عمره حوالي 10 سنوات، وأنيس جدا هذا الولد. في أحد الأيام دخل إلى الصف، ودخلت إلى الصف وجدته يبكي وبحالة يرثى لها، يعني حتى هناك رغاء يصدر من فمه وشكله مزعج جدا. خير يا نورس؟ قال: رفاقي يقولون 7 فرنجات يا بصال، للمونة يا بصال، يهزؤون من اسم عائلته. فاخترت الجميع، اخترت الطلاب الذين أساءوا له، وطلبت منه أن يغسل وجهه ويعود، ثم طلبت منهم أن يعتذروا منه وهو يسامحهم. في الوقت نفسه كتبت على السبورة بخط جميل: ينبت الورد من الشوك ولا ينبت النرجس إلا من بصل. رويت لهم كيف أن البصل هو ليست تلك المادة التي نأكلها وننفر من رائحتها فيما بعد فقط، وإنما هي إحدى أنواع التكاثر، فالتكاثر بالبذور والغراس والشتور والبصل. ورويت لهم أيضا أن اسم العائلة يأتي من المهنة أو يأتي من الصفات، فبيت القصير، بيت الطويل، بيت الحداد، بيت النجار إلى آخره، وهذا بصل أيضا من أحد أنواع التكاثر.
فمع شرحي الوافي للبحث كان الولد ينتشي قليلا ويمسح دموعه ويعود إلى طبيعته المبتسمة. فيما بعد قرأنا البيت الشعر وقرأنا قراءة إفرادية وشرحت شرح وافي، ثم طلبت منهم أن يكتبوه واجب للبيت خط صفحة كاملة. في اليوم التالي جاءت إحدى الطالبات اسمها نادية يوسف وأحضرت لي حزمة من النرجس والمضعف، هي في إحدى القرى يعني، أو هي آتية من إحدى القرى. فقلت للطلاب جميعا: أترون هذه الزهور الجميلة؟ قالوا نعم. قلت: هذه من البصل، هذه جاءت من نورس بصل. وضيعت حصتين كاملتين من الدرس، حصتي إملاء ونحو متتابعتين، حتى أوضح لهم وحتى لا يبقى هذا الجرح غائرا في نفس الطفل. وانتهت القصة بهذا الشكل. بعد حوالي 3 أسابيع كان عندنا مذاكرة، أنا أوزع الأسئلة على الشعب الثلاثة. أحد دخل رجل على شعبتي: سلام. فقام التلاميذ تحية له، رجل وسيم. أنهيت عملي وعدت للصف، قال لي: أظن أنك الآن سنجوى. قلت: نعم. قال: أنا دكتور محمد بصل، دكتوراه في الأدب العربي، جئت لأتعرف إلى المعلمة التي استطاعت أن يعني تخلي ابني يحب اللغة العربية أكثر ما أنا قدرت أخلي يحبها، مع أني أنا دكتوراه، أحمل دكتوراه في هذه المادة. هذه من القصص الجميلة. الآن نورس صار طبيبة أسنان الحمد لله، وصار عنده ولد وهو سعيد في حياته، وما زالت صلتنا مستمرة.